واليوم عم نشوف انه الاهل صار عندهم اطلاع جدا واسع على المهارات اللي عم نشوفها، ان كان عند الكادر التدريسي او كان ضمن الكادر اللي عم يعطي انشطه خاصه. طبعا هدول الانشطه عم ترافق التدريبات العلميه وعم تكون كثير اهميتها فعاله بالنسبه لذكاء الاطفال، بالنسبه لتفكيرهم خارج الصندوق. اليوم قد عم نشوف اقبال من الاهالي على هي الحالات يا سلمى او هي المهارات؟ صحيح رشا، وعم بيكون في نتائج جدا مهمه، عم بتطور اكيد من النمو العقلي والتفكير المنطقي عند اطفالنا. اليوم رح نحكي عن السوسودوكو، وهو برنامج بيعتمد على شبكات المعلومات بهدف تطوير التفكير المنطقي عند الاطفال، اضافه لتحسين الذاكره. نتعرف اكثر على تفاصيل عن هالبرنامج وكيف اليه عمله وتدريب الاطفال عليه. بصيرنا يكون معنا بالاستوديو الاستاذه رودينا عز الدين، وهي اختصاصيه بمهارات الاطفال. صباح الخير واهلا وسهلا فيكي. اسعد صباحك. يعني صباح. اليوم هيك المصطلح شوي غريب على الناس، السوسودوكو. خلينا نعرف فيه شو هذا البرنامج. هلا السوسودوكو هو لعبه من الالعاب المميزه والممتعه جدا للعقل. هي التسميه اجت تسميه يابانيه، سودوكو تعني الرقم الوحيد. اجت التسميه من الشرط الاساسي باللعبه وهو عدم تكرار الرقم، الرقم بيكون وحيد. اما سودوكو، مؤسسه تعلمني عودتنا اي برنامج بتقدمه للاطفال بتقدمه بنكهه خاصه، فهي اضافت له يعني سر انشاء الشبكه، سيكريت اوف سودوكو، فلهيك كان تسميته سودوكو، لانه الطفل بمؤسسه تعلمني بيطلع بينشئ شبكات غير انه هو بيحل الشبكه. حلو، صار عندنا فضول سلمى. اكيد. استاذه رودينا، خلينا نبلش نحكي اكثر عن شو هي الاساسيات لهذا البرنامج وكيف آلية تطبيقه. تمام. هلأ المبدأ الأساسي ببرنامج السودوكو هو الاحتمالات. تمام. في عنا شبكة كبيرة هي مكونة من تسع أعمدة مع تسع أسطر مع تسع يعني كتل، إذا بدنا نقول مكونة من 64 خلية. هي الشبكة لنحلها نعتمد على فكرة الرقم والمكان، فنحن لازم هذا الرقم ما يتكرر بالمكان المحدد له غير مرة واحدة. نبدأ بالأرقام من 1 إلى 9، ما لازم يتكرر ضمن السطر، ما لازم يتكرر ضمن العمود، ما لازم يتكرر ضمن الكتلة الواحدة. طيب خلينا هيك نحن عم ندردش نستعرض اليوم هيكلية اللعبة كيف عم تكون أو هي المهارة، ونحكي اليوم الطفل من أي عمر بيقدر يبلش بهي المهارة؟ يعني هل اليوم في عمر محدد ليقدر يستوعب هو شو عم يساوي؟ هلا جمالية هي اللعبة إنه هي بتاخذ جميع الأعمار، يعني ضابطة مع كل الأعمار. ليش؟ لأنه نحن بنبدأ مع الأعمار الصغيرة، إذا بتحبي تشوفي الكتاب مع الرموز هذا للأعمار، يعني فينا نقول 4 سنوات 3 سنوات. 4 سنوات تماما. بيبدأ الطفل بالرموز، بنشتغل على شيء قريب من قلب الطفل وعقله، بنشتغل بالفواكه، بالخضروات، بالالوان، بالالعاب وبالاشكال. فيما بعد بننتقل للاعمار الكبيره وبنشتغل مع فكره الرقم. ننتقل يعني نحن من المحسوس للملموس للمجرد. نعم. تمام. طيب عم نشوف مع حضرتك، هي حضرتك قلتي الرقم هو اساسي بهي المعادله. هلا انا هون شايفه اللي هي الادوات او الفواكه، كيف بتم استبدال الرقم بهذا الشيء؟ يعني مثلا انه ما يتكرر الالم مثلا بنفس العمود. بالضبط. تماما. نحن نبدا مع الاطفال بطريقه بسيطه، بعدين نبلش بال تمام. نبدا معهم بتدريجيا، نبدا بشبكه اذا ملاحظه عندك فقط 4، يعني هني 4 كتل فقط موجوده. بنعلم الطفل انه هذا المكون ايا كان المكون ما لازم يتكرر ضمن هي اكثر من مره، غير مره واحده فقط، يعني ما بيتكرر ابدا. هون سلمى بهذا الكراس عم نشوف اللعبه كيف مفصله. هون يعني طلعنا للشبكه الاساسيه اللي اسمها سودوكو، هي شبكه السودوكو هي فقط لهي التسعة بتسعة. خلينا نقول احنا عم نبلش تمهيدي عند الاطفال. تمام. نبدا 4 بـ4، ننتقل للستة بستة، لننتقل للتسعة بتسعة. التسعة بتسعة هي السودوكو الاساسي. تماما. ولكن لمني اوصل للسودوكو الاساسي انا بحاجه اتنقل من مرحله لمرحله، نعلم الطفل الطريقه اسهل. طيب هلا هو شو لازم يعمل بهي الجداول؟ يحدد اذا في رقم مثلا متكرر، يقول انه هون في رقم متكرر، ولا لازم يعبي الفراغات الموجوده عنده. هلا نحن هون شبكات محلوله، انت فتحتي على الكتاب المحلول مع رشا يمكن الكتاب. تمام. هلا هو لازم يدور وين في عنده فراغ ويعبي. تمام. هون بالضبط ملء الفراغ بالرقم المناسب. نحن هي احتمالات، لازم انا اطلع بهذا السطر اللي امامكم او بالعمود او بالكتله ما يتكرر الرقم. يعني نحن عم نحكي عن العمود الواحد ست رودينا او لا من كل الشبكه المفروض ما يتكرر؟ هلا ممنوع يتكرر ضمن السطر وضمن العمود وضمن الكتله. تمام. يعني بالسطر في عندنا ارقام من 1 لـ9، بالعمود عندنا ارقام من 1 لـ9، وضمن الكتله عندنا ارقام من 1 لـ9. اعطيني قلمك.
صار عندي فضول. جربي حلي. نبدأ اليوم عن شوي بعض المعايير اللي بتختلف. مثل ما قلتي حضرتك اليوم مو كل الأطفال يمكن مهيئين إنه هن يدخلوا هذا العالم. تعتبر هاي الألعاب هي مو بس بتنمي قدرات الأطفال، مؤخراً ساهمت بمعالجة بعض الأمراض. طبعاً. يعني شفنا النشاطات بالنسبة للإتش دي يمكن بيسموهن اللي عندهم بدايات توحد. في كتير تفاصيل خربت الدنيا، هي بدها تحل وبدها تلعب. هذول الأطفال. هاي الرموز. هاي الرموز اللي بتكون فيها. عم تعود للدخول. خليكي بشوي. فخلينا نحكي اليوم قديه مهم. هي اللعبة مو بس تنمية المهارات عند الأطفال السويين، لا، بعض الأطفال بيعانوا مشاكل، كيف تم استثمارها للمساعدة بحل بعض المشاكل عندهم؟ هلا بالحقيقة لما تم تطبيق اللعبة على الأطفال ومو بس على الأطفال، على الكبار، لاقت فوائد عظيمة. تطبق لا فيها تطبق جدا. نحن أساسا يعني هي يعني تدريب أطفال ومدربين يعني عادي لا تاخذ راحتها تماما. هلا الفكرة وين؟ إنه أهم الفوائد إنه بتساعد الطفل على حل مشكلاته الحياتية. ليش؟ لأنه نحن بنعمل على تحفيز التفكير الاستنتاجي عند الطفل. الشغلة الثانية والأهم إنه نحن بنرفع تركيز الطفل بزمن كثرة فيه المشتتات مثل ما بتعرفوا. بالإضافة الإنترنت والشاشات. وبالإضافة لأنه بيستغل وقته بالطريقة الصحيحة. يعني اليوم الطفل حقه يلعب، ما فينا كمان نحن نأسره، ولكن نحن فينا نخليه يلعب ألعاب مفيدة بدل ما يلعب ألعاب الإنترنت الفاضي. وعلى فكرة هاي الألعاب هي داخلة أساساً ضمن الآيباد والموبايل والدفاتر العادية. فنحن عم نسمح له يلعب ولكن لعب صحيح. تمام. بالإضافة لأنه نحن بس الطفل يخلص حل الشبكة بالفعل بيشعر بالإنجاز، مو بس الطفل حتى الكبار. لما نحن بنحل شبكات معقدة تحسي بإنجاز، أنا حققت. مثل الكلمات المتقاطعة. حتى نحن طلابنا مثل ما بتعرفوا، نحن طلابنا السنة كانوا الأوائل على سوريا بشبكات السودوكو. بالفعل لما هن قدروا يكونوا الأوائل على سوريا حسوا بإنجاز كتير عظيم بهاي الشبكات، وبالتالي هذا الشيء بيأثر على تحسين العلمي. فوائده كتير كتير كبيرة للبرنامج. يعني اليوم أنا عم حاول لسلمة كنت أعرض هيكلية الشبكة، بس نحن هلأ هون كأنه هون هي شبكة 4x4. هاي اللي نبدأ فيها مع الأطفال الصغار. بتلاحظي عندك هي أشكال أحرف فينا ناخد الأشكال. تمام. في كذا شكل يعني، بس ولكن أشكال هي يعني تمهيدية أو خلينا نقول ست رودينا يعني. تمام. ممكن تكون تمهيدية. أنا ما فيني إجراء الطفل علمه مباشرة 9x9. أنا مضطرة أدرج معه لأقدر أوصل له المعلومة بطريقة سلسة وسهلة. هل هذا التدرج كمان له أعمار؟ يعني اليوم انا مثلا اللي بعمر تقريبا نحن من انو سنه هلا بنعرف الاطفال بيروحوا من عمر السنه ببلشوا يحاولوا يكتشفوا حواليهم. هلا نحن فينا 3 سنين 4 سنين نبدا مع الطفل. يعني الطفل لازم يكون عندنا شوفي يقدر بالضبط ليقدر الطفل يقدر يحل هاي الشبكات. هو بحاجه انه يكون اول شيء عنده صبر، ثاني شيء قابل لهذا التعلم، ولكن الاهم من الطفل هو المدرب بحد ذاته. اذا المدرب قادر يامن وسائل توضيحيه. هلا اليوم الوسيله التوضيحيه بتجذب، يعني لاحظتي انه هي مسكت مباشره وبلشت تشتغل على الوسيله التوضيحيه. هلا بدنا نحاسبها بس لتخلص. عم حاول ما كرروا شاطره او لا. لا برافو عم تشتغل حلو. فهي الفكره وين؟ انه انت بس يكون المدرب قادر على جذب الطفل، على جذب انتباهه، قادر ينتقل من المحسوس للملموس للمجرد، الطفل بيرغب بال بهاي اللعبه وبيتعلم الطفل الصبر بالصدق. يعني انت اليوم الطفل عم بتعلميه انه انت حل شبكه ضمن وقت محدد، فالطفل هون بيتعلم السرعه دون تسرع. فهذا الشيء كثير بيأثر على حياته، بيأثر انه هو يصير صبور، هو يصير حابب اكثر. اما بالنسبه للاعمار اللي كنا عم نحكي عنها، فهو جماليه البرنامج انه مقسم لجزئين، جزء للاطفال اللي هو مقسم لثلاث مراحل، وجزء للكبار اللي هو التأسيسي والاحترافي. طيب اليوم وقت لما نحكي على فكره هي يعني قد ما انا مسليه اخر كم، انا ما فيني كثير نزلها هيك كرمال ما تقع، انا هي اشتغلتها يعني. طبعا. اخر كم فراغ سلمى بدك تكوني كثير دقيقه انه شو بدك تعبي. هلا في مثلث واقع مشان هيك انت اذا هلا انا غلطانه هون غلطه كوتش بالزبط. شايفه حاطه سهمين بنفس الخانه بنفس الخانه وهيك شايفه عندك السطر الثاني من تحت بياخذ السهم، السطر الاول بدك تشيل السهم. طيب شايفه يعني القصه ما بدها حافظتهم. هي الثاني هون هذا السهم لازم يجي لهون. طيب هذا هون. طيب معناتها القصه مو بس هون. اطفال شايفه طبعا. هلا هي فيها متعه وتحدي تحدي. ونحن ضمن تعليم السودوكو بنعلمهم الطريقه. احنا عندنا طرقنا الكثيره اللي بنعلم الطفل من هو صغير انه انت بدك تفكر بهذه الطريقه بدك تفكر. فهو ببلش يستنتج الطرق المتقدمه. يعني بتبدي باول مستوى مع الطفل عم تعطيه طريقه، المستوى الثاني بصير هو يعطيك طريقه. حلو. واحيانا الطفل بيعطيك طريقه بيفاجئك فيها بالضبط. يعني انت هي كنا عم نحكي عنها يمكن انه هذا التطوير
التطوير اللي ما بيخطر على بالنا، يمكن لانه بيكون لسه ذهنه صافي طبعا، ما نم مشتت بالتاكيد. ولما انت بتجي بتعطيه يعني فرصه انه انت عصف ذهني وبتعطيه فرصه انه هو يشتغل على حاله، فبصير هو انت ما عم بتلقني، انت عم تعطيه الطريقه الاساسيه وهو عم يتشعب فيها. صحيح. طيب خلينا نقول اليوم في يعني حضرتك حكيتي في مسابقات عم بتصير على هذا الموضوع، نحن اليوم هي مو بس برامج تعليمية ضمن مؤسسات أو ورشات أو ضمن اختصاصيين، لا عم بيصير في مؤخرا كان في مثل ما قلتي مسابقة مؤسسة علمني أحرز وأطفال المراكز الأولى، خلينا نحكي كمان عن هذا الموضوع لأنه جزء اليوم من تحفيز الأطفال هو أنه أنا أكون ناجح ومقدر. أكيد. يعني هي من مبدا النجمه من لما كنا صغار لكبرنا الى الان، مبدا التحفيز والشكر الانجاز جميل بشكل والانجاز بياخذ دائما هيك فضول الطفل اكثر. هلا انا اللي بدي اقول لك يا انا الصدوكو مثل ما بتعرفوا هو برنامج عالمي وليس فقط في سوريا او في الوطن العربي، هو بدا يعني اللي عمل البرنامج هو مهندس معماري امريكي، ولكن تم انتشار البرنامج تقريبا حوالي 84 باليابان وبلش ينتشر بال 2005 تقريبا لما نشرت عنه جريدة نيو تايمز، فبلش الانتشار العام للبرنامج بشكل عالمي كبير. فهلا بلشت تصير المسابقات العالمية. نحن بسوريا دائما بنحاول نواكب دائما التطورات ومنضيف بصمتنا ومنضيف إبداعنا، فمؤسسة علمني عملت مسابقة خاصة لسوريا وبلشنا ننتقل من مسابقات سوريا لننتقل لمسابقات الكوانتوم مثلا بدبي أو مسابقات على مستوى الوطن العربي لبعدين ننتقل بإذن الله لمسابقات عالمية إن شاء الله. نحن دائما بانتظار أي شيء من كان من مؤسسة تعلمني أو من باقي المؤسسات. اليوم نحن عم نراهن على جيل جدا أكيد. ضمن الظروف اللي عم نعيشها الصعبة إن كان بموضوع الاقتصادي أو بالتكنولوجيا. اليوم نحكي عن الأهل، اليوم يعني كيف عم يكون إقبال الأهل على هذا البرنامج؟ شو عم يلمسوا جديد بأطفالهم؟ وأنت عم درتي أنا خلصتها. برافو برافو ممتاز. لا وصحيحه هلا الدوري هلا انه انت اليوم عندنا نحن اهل مثل ما بتعرفي جيل يعني الاهل كلهم بدهم اولادهم يطلعوا جيل واعي جيل بيتعلم الاشياء الجديده. هلا بس نحن دائما في عندك هذا الخط اللي هو احيانا بتكوني عم تلمسي بالاهل يعني هيك توتر او لا او ايه عرفت شلون. فنحن ببدايه البرنامج لما نزلنا هذا البرنامج ونحكى عنه في كثير من الاهالي كانت تتواصل معنا انه شو هو، مثل ما هلا حضرتكم انه شو هو هذا البرنامج نحن ما بنعرف. لما بلشنا نروج للبرنامج وبلشت اول دورات السودوكو بلشت العالم تشوف عن جد قد ايه له اهميه وقد ايه هو ممتع وقد ايه هذا البرنامج عم يعمل صدى عند الاطفال وعم يقدم فعلا شيء مفيد لهم. طيب قد ايه اليوم اطفالنا يعني بحاجه دائما لمواكبه التطورات بالمهارات الفكريه والعقليه عندهم؟ مثل ما قلنا اليوم نحن عم نراهن على هذا الجيل ضمن ظروف كثير صعبه يعني، وما يضل حجه الاهالي اليوم انه هلا مدرسه ما بدنا نحن نلهي الطفل، اليوم خليه يكونوا عم يمشوا سواسيا يعني علميا ومهارات حياة. هلا دائما التنظيم الوقت للطفل او للكبير هو شيء كثير رائع، فلما انا بدي انظم وقت طفلي بدي اخليه يدرس اكيد طبعا دائما المدرسه اكيد هي اولويه ولكن انا لما بنمي مهاراته مع المدرسه هون بحصل على طفل يعني متكامل، على طفل عنده ثقه بحاله، عنده ثقه بخبراته، دائما النجاح باي مهاره بيؤدي للنجاح بالدراسه، تمام؟ صحيح. فنحن الفكره انه من كل الاهالي خلونا نحن نعبي هاي الساعه الوقت الفاضي عند الطفل اللي نحن بدنا نخليه يلعب فيها ولكن بشيء مفيد ومغذي لعقل الطفل، يعني هون انت عم تشتغلي رياضه للدماغ. هلا سلمى رح تخلص، وما انه خلصت شو رايك؟ بسرعه سلمى عملت بسرعه وارقام يعني. طيب ما هلا انا عملت خدعه، حاولت خدعه انه انا بدل ما مشي هيك ايه؟ تمام او هي عملت هذا الخط تمام، بلشت هذا الخط وبعدين عليه بنات البعض. لاحظتي انه لسه نحن ما حكينا بالوسائل الاساسيه تمام، نحن بدانا نفكر فتخيلي انه الطفل لسه مجال تفكيره اوسع ولسه الطفل مثل ما تفضلتي انه ذهنه صافي عقله نظيف، خدعه الالوان خدعه الارقام كله ممكن يربطها ببعض، احيانا بيربط لك لون احيانا بيربط لك شكل احيانا رقم احيانا هو بيعطيكي فكره جديده، فهذا الشيء اللي نحن كثير بنحبه بالسودوكو، بتخلي الطفل يبدع بتخلي تركيزه يزيد انتباهه يزيد مستوى ذكائه يزيد، هذا الشيء عم نلاحظه على المستويات المتقدمه. طيب اليوم التحفيز قد ايه مهم بهذا الموضوع، تحفيز الاطفال وقت اللي بيعملوا هي التشكيله وبين هو بشكل صحيح،
تحفيزهم يعني لكرمال المراحل الاخرى؟ يعني في هدايا طبعا اكيد نشترك، ما في للكبار بس اكيد للأطفال. في تدريب مدربين اكيد حلو. في اطفال وفي حتى اهالي عندنا بتجي بتتدرب، بتحب انه هي تتدرب كاهالي بغض النظر، ما بدها تكون مدرب ولكن هي حابه تتعلم مشان تصير تلعب هي والاولاد بالبيت انه مع اولادها. فتحفيز شيء كثير اساسي عند الطفل وعند الكبير. يعني انت اليوم اي حدا بتحسي انه انا في جائزه بينبسط بيشتغل هيك بيشتغل اكثر بالضبط. طيب خلينا كمان نحكي عن فكره مهمه اليوم، دائما اي نشاط فكري بيعتمد على الارقام على الالوان على الترتيب على صفاء الذهن بيكون له فوائد بحياه الطفل، مو بس ضمن هذا اللعبه او هذا المجال. مثل ما بنحكي عن الحساب الذهني بنقول الطفل بيتغير بتحصيله العلمي طبعاً. كله مداركه بتختلف كمان، هذا قديش لمسته فيه تاثير على حياه الطفل؟ بالحقيقة التأثير عم بيكون كتير كبير عن جد، لأنه أول شيء معدل تركيزه عم بيزيد، ثاني شيء بيساعده بالدراسة أكثر. طبعاً أنت مجرد ما أنه قلنا معدل التركيز عم يزيد يعني الطفل صار تركيزه بالمدرسة أكثر، صار بيهتم بأكثر. ثاني شغلة حكينا عنها وهي شغلة كتير مهمة، أنه الطفل عم يعكس هذا الشيء على حياته بأنه هو يتعلم كيف هو يمشي مع الوقت بطريقة صحيحة، بينظم حاله. نحن هون دائماً بشبكات السودوكو من أول دروسنا بنبدأ بعد ما علمنا رحنا ونبدا نعطي فكره الوقت اللي بدك تنجز، وبالتالي اخذت وقت اكثر صباح اخذ نجمتين مو نجمه انا هلا لقلكي بالضبط نجمتين بدي فهو بيتعلم الصبر. يعني انا بصير طفل صبور، طفل عم حل مشاكلي بطريقه صحيحه، طفل عندي تركيز احلى، ببلش مستوى ذكائي كمان يزيد. دائما نحن ما بنقول نحن ما بنحول الطفل لعبقري، ولكن نحن بنشتغل على انه نطلع مع الطفل درجه درجه ليوصل لطفل متميز جدا. طيب سترو أنا ذكرتي نقطة خلال حديثك وأنه حضرتكم جهزتوا لمسابقة على مستوى سوريا وخضتوا التجربة وكانت النتائج جدا جميلة، خلينا نضوي على هي الفكرة، كيف جهزتوا لإلها؟ شو كان عدد الطلاب وكيف تمت المشاركة؟ هل هي مشاركة على مستوى دمشق فقط أو لا؟ هلا شوفي، نحن بمؤسسة تعلمني عم يكون عندنا مسابقة سنوية لأطفالنا بسوريا، عم تكون هاي المسابقة لجميع المحافظات وليس فقط لدمشق، هي بتكون تنظم على كذا يوم. نعم. بحيث انه جميع المحافظات تقدر تكون موجودة ضمن هاي المسابقة وتشارك، فيما بعد بتنظم بعديها بفترة مسابقة اونلاين لكل اللي خارج سوريا وحابين يشاركوا معنا بسوريا، فبيكون في تنسيق كثير جميل. الأوائل على سوريا بتحلم المؤسسة فرص يعني مشاركة مسابقات بالضبط، بمسابقات دوليه حتى بتامن لهم احيان عروض اذا كان في امكانيه انه هن يشاركوا بهاي المسابقات. وفيما بعد بصير الطفل بينتقل لما بصير يعني يشارك بمسابقه الاونلاين وحصل نتائج ممتازه بيقدر يشارك يعني انه ينتقل من على بلد ثاني ويشارك بمسابقات. فهذا الشيء كمان عم بيكون حافز عند الطفل وعند المدرب. انا اليوم كثير بحب انه انا اوصل طلابي لمكان هن يكونوا مبسوطين فيه، هن يحسوا حالهم انجزوا، فهذا الشيء كثير جميل. وبدي اضيف لك شغلي على سودوكو، انه احنا عم ننزلها اليوم كتدريس اونلاين مش بس فقط تدريس مباشر. يعني احنا مثلا انا اليوم درست مثلا مدرسه التجاره السوريه الافتراضيه، نحن من البرامج المطروحه عندنا بالمدرسه غير الميك مات والحساب الذهني وبرامج كثيره موجوده، هي برنامج السودوكو متاح للتعليم الاونلاين لاطفالنا ليستفادوا بهي البرامج كمان يكون لهم حصه معنا. يعني معلومات جدا مهمه، شكرا لك استاذ درودين، واكيد بالتوفيق لك ولكل اعضاء الفريق يلي عم يشتغلوا ضمن مؤسسة علمني على شيء كثير مهم لأطفالنا. شكرا لك. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا لحضورك اليوم، ودائما بتحسي هي المهارات أو الشبكات اللي خلينا نقول المهارات هي تكون ملموسة غير الأونلاين أو الموبايل، يعني مشان الولد هيك يشتغل بدماغه أكثر. يعني شكرا لحضورك اليوم، انتظار هيك كل شيء جديد من حضرتكم. نهاركم سعيد. أهلا وسهلا.